معانا الاستاذ حمده استاذ حمزه شتاوي الناقد الرياضي في المغربي طبعا، علشان نعرف ايه اللي بيحصل في المغرب، كيف يستعد المغرب هذا البلد الكبير الشقيق لهذه المباراه الهامه نهائي دوري الابطال. استاذ حمزه ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بك اخويا اسلام، الحمد لله، اتمنى كذلك ان تكون في افضل حال وعلى احسن ما يرام. تحيه ليك وتحيه لكل الزملاء العاملين في قناه الاهلي، وان شاء الله العاشره للفريق الكبير فريق الاهلي القاهر. يا رب ان شاء الله. ولكن كيف يستعد المغرب لهذا النهائي الرائع في البطوله العاشره ان شاء الله يستحقها النادي الاهلي ان شاء الله؟ اكيد الاستعدادات من الجهات الوطنيه التنظيميه على هذه المباراه تمشي على قدم وساق، الاستعدادات كبيرة من أجل أن يمر هذا النهائي في أبهى حلة. الاستعدادات أولا بإدارة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء التي تستعد بشكل كبير من أجل أن تكون الأرضية جيدة لهذه المباراة، من أجل أن تكون كذلك يكون محيط الملعب في أبهى حلة، من أجل أن تكون كل الأمور الخاصة بهذه المباراة تكون 10 على 10. ضف على ذلك الاستعدادات اللوجستيكية الخاصة بهذا النهائي من أجل أن يمر النهائي في أفضل الظروف. أعتقد أن الأمور كلها الآن جاهزة من هذه اللحظة، بما فيها الملاعب الخاصة بتدريب فريق الأهلي المصري وفريق كايزر شيفت الجنوب إفريقي. كل الأمور جاهزة، والنهائي أكيد سيكون في أفضل الظروف، وإن شاء الله يتوفق فريق الأهلي المصري في التتويج والصعود إلى البوديوم، وتكون أرض المغرب فيها الخير على الفريق القاهري. يا رب إن شاء الله. أستاذ حمزة، أيضا عايز أسألك على الجمهور في المغرب والصحافة المغربية، هل الصحافة المغربية بتتناول هذه المباراة في ظل التنظيم إن شاء الله الرائع اللي هيكون رائع؟ احنا متأكدين طبعا المغرب دائما الحقيقة بتفاجئنا دايما بتنظيم رائع لكل الأحداث اللي بتتعمل فيها، فأعتقد أن التنظيم الرائع إن شاء الله هيبقى واضح جدا بداية من النهاردة. هل في كلام في الصحافة المغربية عن هذه المباراة؟ أكيد الصحافة المغربية تتابع هذا النهائي بحكم أن المملكة هي الأرض التي ستنظم هذا النهائي، هذه من جهة أولى. أكيد الصحافة الرياضية هنا تتابع كما نتابع نحن في جريدة هيسبور وجريدة هيسبريس هذا، ونتناول هذا الموضوع بشكل يومي. والآن الصحافة المغربية تتواجد أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل استقبال بعثة الفريق القاهري الذي وصل قبل ساعات. أكيد الاستعدادات كبيرة والتحضير من الصحافة المغربية كبير، وعدنا كذلك جزء من المعالجة الأولى هي أن فريق عربي فريق قاهري هو ضيفنا في المملكة. ضف على ذلك تواجد بدر بانون المدافع المغربي الذي فاز بلقب الكونفدرالية رفعة الرجاء ولقب السوبر، وهو أمام فرصة لدخول التاريخ بتتويج بدوري أبطال إفريقيا ويصبح كذلك من اللاعبين القلائل في القارة السمراء الذين توجوا بكل الألقاب الموجودة في القارة على مستوى الأندية. هذه كلها معطيات، كلها أشياء تؤكد أن الصحافة المغربية تتابع، وأنتم كذلك تتابعون أن هناك مواكبة كبيرة من خلال عدد من المقالات خلال متابعة تشكيلة الأهلي التي نتمنى أن تتوفق. وأنا دعني أقول لك أنه الجميل في فريق الأهلي المصري هو أنه كل الأسماء جيدة. لما تشوف الحراسة محمد الشناوي وتشوف محمد هاني وبدر بانون ورابي ربيعة وأيمن أشرف وأليو ديونغ وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وتشوف هذه الأسماء أكيد تتفائل خير بأنه فريق الأهلي قادر. وأنا أقول من الآن أنه الأهلي مرشح فوق العادة للتتويج باللقب العاشر على حساب كايزر شيفت الجنوب أفريقيا. بمناسبة الكلام في هذا الموضوع، لأنه الحقيقة موضوع مهم جدا، كرة القدم لا تعرف المستحيل، وبالتالي هناك حملة خلال هذه الفترة على الأقل هنا عندنا في مصر بتتكلم دائما على أن الأهلي المرشح الأكبر تاريخيا وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت الناس بتتكلم على أن فريق كايزر تشيفز ليس بالفريق القوي، هل أنت مع هذا الكلام؟ أكيد يا أخويا إسلام، شوف دوري أبطال أو كأس أوروبا للمنتخبات أعطت عبرة لمن يعتبر، برافو عليك، وسمعنا المفاجآت الكبيرة. أكيد بطل العالم منتخب فرنسا غادر، وكرواتيا غادر، والبرتغال بطل أوروبا غادر، وشاهدنا الصغار يتألقون. كذلك وصول كايزر شيفت للمباراة النهائية وإخراجه للوداد وانتصاره على الوداد هنا 1-0، أقول على أنه كذلك يؤكد على أنه الأهلي هو المرشح ولكن عليه الحذر. وأنا أقول عبر قناة الأهلي على لاعبي الأهلي أن يكونوا حذرين
كثيرين من الهجمات المرتده السريعه، لانه كايزر شيفز لو الاهلي اكيد انهم درسوا الخصم وتابعوه، هو فريق يعتمد على يعني الهجمه المرتده من الكره الامريكيه والانجليزيه، ويعتمدون بشكل كبير على الاندفاع البدني وعلى الهجمات المرتده، ومن هذه النقطه لدغوا فريق الوداد ان صح التعبير هنا في الدار البيضاء للاسف. نعم. هل وجود بيتسو موسيماني ومعرفته الكبيره بفريق كايزر تشيفز، هل ده يؤثر ايجابا مع النادي الاهلي؟ اكيد انا كنت جاي لهذه النقطه زميلي اسلام، والسؤال وجيه. هناك عاملين ايجابيين لصالح الاهلي، العامل الاول او ثلاث عوامل، العامل الاول هو انه سيلعب في ارض عربيه، انا اقول ان الاهلي وكانه اليوم يلعب في مصر، صحيح هو في المغرب وليس في مصر، ولكن الاجواء هي اقرب اليه من فريق كايزر شيف، ارضيه مزبوط. الملعب ستكون رائعه، وكذلك لديه المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي يعرف كايزر شيف، وهو مدرب كبروفايل ومدرب كشخص، مدرب كبير ويحسن التعامل مع المباريات الكبيره ويتقن الكوتشنج اثناء المباراه، ضف على ذلك تواجد بدر فانون الذي يعرف مركب الرياضي محمد الخامس خطوه خطوه وشبر شبر، وبامكانه ان يعمل الفارق في هذه المباراه. تمام استاذ حمزه، اخيرا انا كنت اتمنى صراحه ان المباراه دي يبقى فيها جمهور، لان انا كنت متاكد ان لو المباراه دي فيها جمهور كل الجمهور اللي كان هيبقى موجود هيساند النادي الاهلي، اعتقد ان ده صح. لا ده اكيد، وهذا ما فيش ادنى شك، انا اضمن لك، انا واحد من الصحفيين او قد البس قبعه المساند لفريق الاهلي اذا كان الاهلي لاعب هنا وفريق عربي، فاكيد اذا كان الجمهور، اذا يعني لو المباراه هذه لعبت بالجماهير بحضور الجماهير، فكانت الجماهير المغربيه ستقوم بالواجب اتجاه فريق عربي شقيق، ونتمنى السوبر افريقي بين الرجاء الرياضي الذي توج به كاس الكونفدراليه والاهلي المصري، ونتمناها العاشره للفريق القاهر. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ حمزه، دائما ما بتكون معانا متواجد من المغرب، استاذ حمزه شتوي الناقد الرياضي بموقع هاي سبورت. زي ما حضراتكم شايفين كان بيتكلم عن ما يحدث في المغرب ومسانده ودعم دائم من اخواتنا في المغرب. الحقيقه نتمنى يا رب ان كل ده، واحنا متاكدين ان هو بيوصل لكل اللاعبين، لانه في النهايه لاعبين يحتاجوا لا يحتاجوا الا المسانده خلال هذه الفتره. زي ما حضراتكم شايفين ده وصول لاعبي النادي الأهلي إلى الدار البيضاء، طبعا ده كان منذ قليل وصول البعثة الرسمية للنادي الأهلي أو البعثة الخاصة بالنادي الأهلي للتواجد في الدار البيضاء إن شاء الله لملاقاة نادي كايزر تشيفز في المباراة النهائية يوم السبت القادم. كل الدعوات وكل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي إن شاء الله بالفوز بالبطولة العشرة.